عمري كله خدمة للقانون، خدمت بجميع سلطات الدولة خدمة للقانون، سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، بدءاً من حياتي. وإذا كانت لي نصيحة للأجيال القادمة فهي أن يتصفوا بالقانون وبصفات القضاء. رحم الله الدكتور أحمد فتحي سرور. امبارح لقينا الدكتور طارق سرور نجل الراحل الكبير كتب وأعلن عن وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور. هذا الرجل خسرته مصر والأمة العربية والعالم. دكتور سرور مش اسمه في مصر بس، هذا الرجل كان له اسما كبيرا بازغا في العالم، واحد من أهم المرجعيات في القانون الجنائي، لديه مئات المؤلفات والكتب والأبحاث خاصة بالقانون. دكتور أحمد فتحي سرور كان رجلا بمعنى الكلمة، رجل دولة يدافع عن الدولة المصرية، رجل قوي جدا، طيب جدا. كنا مش عايز اتكلم كثيرا عن علاقة بالدكتور أحمد فتحي سرور وهو رئيس مجلس الشعب المصري سنوات طويلة من سنة 90 لحد 2011. جمعتنا علاقات كثيرة بالدكتور أحمد فتحي سرور، كان في منتهى الأخلاق والتواضع، ويعني كلمه يرد على التليفون لو بيشوف الرقم دلوقتي أو يرجع يطلبك مرات كثيرة جدا. ليه بيطلب؟ طلبت ما ردش، رجع اتصل كلمتني، في حاجة بستفسر يقولها لك. بالمناسبة كان بيرد ويوضح، يعني مثلا لو كتبت حاجة أو طلعت حاجة ليه بيكلمني يقول لي الموضوع الفلاني اللي قلته حقيقته كذا أو أنت كنت مظبوط، طب أنا هضيف لك معلومات. كان بيعمل كده، يعني كان الراجل كمان حتى مهتم بالمعلومات الدقيقة، ولو في حاجة غلط بيصححها أو ممكن يضيف لك معلومات. كان الدكتور سرور كده، علاقته كانت قوية جدا بالناس كلها. بالمناسبة المعارضة قبل يعني الدولة أو الأحزاب الحاكمة كان علاقته قوية بالجميع. النهاردة في جنازته، النهاردة الجنازة زي ما بقول كده، مش احنا اللي افتقدنا الدكتور سرور بس، الدنيا كلها افتقدته له، يعني طلبة في العالم العربي. يعني أنا لقيت امبارح حال على مواقع لحد دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي نعي من العالم العربي كله وليس من داخل مصر فقط. هذا هو الدكتور أحمد فتحي سرور رحمه الله. بنتكلم على رجل يعني له إرث وعطاء ومسيرة عظيمة جدا، رحلة نادرة، له تقدير كبير في مصر والعالم العربي والعالم. هذا الرجل من مرات النادرة النائب محمد أبو عنين رجع خصيصا، كان موجود في مكة المكرمة العمرة، رجع خصيصا النهاردة قبل الصلاة ولحق صلاة الجنازة، وكمان يعني شارك في وداع الدكتور أحمد فتحي سرور. أنا والصديق العزيز وأخي العزيز نشأت الديه والدكتور زكريا عزمي وسيد شريف أيضا، رموز كثيرة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، ويعني من الناس دعم وتواجد سيد جمال مبارك أيضا كان حاضرا. جمال مبارك راح من أول الناس اللي كانوا موجودين النهاردة قبل صلاة الظهر، وزي ما بقول لكم يعني رمو مجلس نواب مستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كان موجود، مستشار محمد شيرين فهمي أيضا كان موجود، المهندس والوزير سامح فهمي كان حاضر، الوزير سيد مشعل كان حاضر، كابتن طاهر أبو زيد كان حاضر، سيد النائب عبد الهادي القصبي ايضا كان موجود، عدد كبير، دكتور محمد الخش كان حاضر ايضا الجنازه النهارده. بنحاول وليد توفيق رجل اعمال وليد توفيق ايضا، عدد كبير جدا، يمكن في طبعا ناس كتير جدا حاضره وكانت موجوده، حتى بما فيهم
ممدوح حمزه، دكتور ممدوح حمزه كان موجود، وده من الحاجات اللي ممكن يعني يقول لك الدكتور احمد فتحي سروق، محمد عبد الحليم داوود ده نائب في البرلمان ومعارض ووفد، يعني ناس بقول لحضراتكم تجدوا اعداد كانت موجوده مختلف، ناس كتير كانت موجوده في هذه الجنازه النهارده لوداع الدكتور احمد فتحي سرور اليوم، وطبعا موجودين وتقديم التعزيه لعيلته، تقديم التعزيه للدكتور طارق سرور نجل الفقيد الراحل، وعائله الدكتور احمد فتحي سرور، هو فقيه وعالم قانون وقضاء وعالم ورجل برلمان شهير جدا. الدكتور احمد فتحي سرور يعني من ترأس البرلمان المصري مجلس الشعب، ترأس البرلمان العربي، ترأس البرلمان الافريقي، ترأس البرلمان الدولي، مفيش حد جمع كل هذه البرلمانات الا الدكتور احمد فتحي سرور. فهذا الرجل اسمه زي ما بقول كده اسمه علم في كل حته، مشار عامله فاروق، ايضا طبعا مكتب النائب العام سن مجاور، وعدد كبير جدا من الحضور النهارده في وداع الدكتور احمد فتحي سرور. تبقى سيره هذا الرجل وذاكره هذا الرجل سياده النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب وطارق ابو العنين، رجع خصيصا امبارح كنت بكلمه امبارح الساعه 2 يعني فجرا وبنتكلم، وطبعا لقينا النهارده قطع طبعا وهو موجود في الاراضي المقدسه، وقرر على طول انه كان قريب جدا من الدكتور احمد فتحي سرور، علاقته قويه جدا بالدكتور احمد فتحي سرور، وكانوا في منتهى القوه والعلاقه المتميزه بين النائب محمد ابو العين وايضا الدكتور احمد فتحي سرور. وهذا الرجل دكتور احمد فتحي سرور له يعني تاريخ كبير جدا وتاريخ حافل يشهد له في مجلس الشعب المصري عندما تولى رئاسه مجلس الشعب بعد اغتيال الدكتور رفعت محجوب في اكتوبر 90، واستمر حتى 2011، قبلها كان في اواخر الثمانينات وزير التعليم، وزير التربيه والتعليم. دكتور احمد فتحي سرور كان وزيرا للتربيه والتعليم قبل ان يكون رئيسا لمجلس الشعب، استمر في وزاره التربيه والتعليم حوالي 4 سنوات ما بين 86 او 87 لحد سنه 90، كان اشتغل في النيابه العامه دكتور احمد فتحي سرور في بدايه حياته، ثم بعد ذلك اتجه للعمل في المحاماه، وهو واحد من اشهر واكبر كبار المحامين في مصر والعالم العربي الراحل الدكتور احمد فتحي سرور، وكان طبعا له يعني علاقات قويه جدا ومع الناس، وبالتالي النهارده كان الحضور بهذه القوه في رموز سياسيه، رموز قضائيه قانونيه، طبعا كل تلامذه الدكتور احمد فتحي سرور كانوا موجودين، وكل اساتذه القانون كانوا موجودين، وكل عدد كبير جدا من الفقهاء القانون. النهارده كان ايضا الدكتور محمد سليم العوة، ويمكن من المرات القليلة قوي بيظهر فيها الدكتور محمد سليم العوة، يمكن أول مرة الدكتور سليم العوة النهاردة كان حاضر جنازة الدكتور فتحي سرور واتكلم، ومعانا بعد شوية يعني كلمات قوية جدا يعني ماذا قالوا عن الدكتور أحمد فتحي سرور، يمكن بعد شوية هنتكلم. والنائب محمد عون طبعا يتلقى واجب العزاء، دكتور محمود كوبيش طبعا عميد كل الحقوق الأسبق وأستاذ القانون الجنائي المعروف طبعا دكتور محمود كوبيش، وعدد كبير من سادة القضاء كانوا حاضرين النهاردة، مكتب معالي النائب العام مستشار أشرف عيسى أيضا، كتير المستشار عمرو فاروق، كتير من السادة القضاء كانوا حاضرين النهاردة، لأن الدكتور سرور زي ما بقول لحضراتكم علاقته كانت قوية جدا بكل الناس من اقصى اليمين واليسار والوسط، كله كان موجود، وبنتكلم على المستوى السياسي وكافه طبعا مؤسسات الدوله ايضا كانت العلاقه القويه جدا مع الدكتور احمد فتحي سرور، اساتذه الجامعات كانوا ايضا موجودين وحاضرين النهارده في وداع الدكتور احمد فتحي سرور رحمه الله. هذا الرجل واحد من رجالات مصر الذين افتقدناهم والذين رحلوا عن عالمنا مساء أمس، والجنازة كانت اليوم. ماذا قالوا عن الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور؟ نتابع.
العالم كله فقد أستاذ جليل عالم من علماء القانون، الإنسان الأمين اللي كان أمين على وطنيته وأمين على بلده وأمين على مهنته وأمين على كل الطموحات اللي اتمنى أي واحد يحققها في حياته. ربنا يرحمه ويسكنه مسيح جناته. الوطن يعني العالم كله اختار المناصب اللي تولاها، هي اكبر مناصب في المناصب القياديه في العالم، في البرلمانات الدوليه، البرلمان الدولي والبرلمان المتوسطي والبرلمان الافريقي والبرلمان العربي ومجلس النواب ومجلس الشعب في مصر. وكان عالم جهده كله للكتب وللعلم وللدراسات، الحقيقه يعني مثل وقدوه يحتذى بيها. وبعدين يعني ربنا كرمه، كرمه بمعنى الكلمة انه يتوفاه في اللحظات دي في ليلة مباركة في شهر رمضان وفي التوقيت ده. لا ده كرم كبير قوي قوي، ربنا يتغمده برحمته، ربنا يتغمده برحمته، ربنا يرحمه طبعا. وهو كان قمة كبيرة جدا على المستوى القانوني وعلى المستوى البرلماني وله تاريخ مشرف، ربنا يرحمه ويصبر. عزائنا طبعا لعائلة الفقيد بالكامل، هذا الرجل المحترم اللي خدم مصر وخدم كل محبيه بكل اخلاص، وربنا يرحمه ويدخله جناته ان شاء الله ويصبر في كل محبيه. احنا بنعزي نفسنا في شخصيه عظيمه، شيخ عالم قدير ورجل سياسي من الدرجه الاولى وله تاريخ عظيم جدا في القانون وفي خلافه، وانتشر عالميا وداخليا وادى دوره على اكمل وجه. رحمه الله كثيرا 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 كثير جدا. وانا مع الطريقه الفنونيه، مش مجرد رجل قانون، عبقريه قانونيه على مستوى العالم، يعني مش على مستوى مصر فقط. لا اظن كل واحد في مصر يفتكر له حاجه، يعني لانه كان طبعا هو كان مست انه كان بيعبر عن هو في داخله، بيعبر عن افكاره وكل حاجه. فربنا يفتح له الفرصه انه يحصل على حب ناس كتير جدا بهذه الجرأه والشجاعه بتاعته. ربنا يرحمه ويصبر كل المحبين ان شاء الله. شكرا. هو الرجل يعني عشان برضه اقول لك حاجه، يعني هو زي ما بنقول هو قامه كبيره وحاجه كبيره جدا يعني، وكان ليه مواقف كثيره جدا، وكان قول الحق ما ينشغل عنه غير كده. حقيقه له من الادوار كبيره قوي في مجلس الشعب، كانت حاجه عظيمه جدا، وكان يرجع اليه الرئيس الحقيقه وهو في هذا المكان. يعني حقيقه التاريخ وتاريخ كبير قوي للدكتور فتحي سرور. فقال إن الله وإنا إليه راجعون. إرادة الله سبحانه وتعالى، يبدو سبحانه وتعالى أراد تكريم هذا الرجل، فيعني مات في العشر الأواخر وفي ليلة نظنها أنها ليلة القدر. ألف رحمة ونور عليه. وطبعا التواجد من كل المصريين بيعكس مدى تقدير وحب الناس لهذا الرجل. ألف رحمة ونور عليه. قيمة كبيرة، قيمة قانونية وعظيمة كبيرة قوي. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. أستاذ الدكتور فتحي السرور قيمة قضائية وقانونية ورجل دولة كبير تولى منصب بالغة الأهمية، وهو والأهم من كل هذا أنه أحد المرجعيات القانونية في العالم كله، وله مدرسة بحثية متميزة. البقاء لله. الله يرحمه دكتور فتحي، كان من خيار الناس خلقا وأدبا، وهو من خيار العلماء في القانون الجنائي الذين قدموا كمية من العلم الراقي لطلاب القانون ولرجال القانون، وخدم البلد طول مدة عمله في العمل العام قدر ما استطاع، لأنه العمل العام عليه قيود، لكن في ظل ما كان موجودا خدم البلد أعظم خدمة، رحمة الله عليه. طبعا أستاذ عظيم ووطني من الطراز الأول، وندعو الله له بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء لما قدم لمصرنا الحبيبة. وهذا هو حال الحياة، ندعو له بالرحمة. فقدت مصر شخصية من أعظم الشخصيات، قيمة وقامة. عرفنا دكتور فتحي سرور برلمانيا فاز وقانوني بارع، حياة عطاء مع أهالي السيدة زينب، بل عطاء مع أهالي مصر بالكامل، بل عطاء للعالم كامل. الدكتور فتحي سرور كان مدرسة أخلاقية وقانونية وبرلمانية يحتذى به. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وزويه وأحبابه الصبر والسلوان. هذا الرجل رحمه الله فرض نفسه على الكافة، بمعنى بعلمه بأخلاقه بطيبته بسماحته،
عاشرناه أستاذا في الجامعة وعميدا لحقوق القاهرة، رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة، عاشرناه رئيسا لمجلس الشعب، وعملت معه 5 سنوات مستشارا قانونيا له في مجلس الشعب بالإضافة لعملي كقاضي، ثم بعد ذلك في مجالات القانونية الدولية والمحلية، رئيسا للجمعية المصرية للقانون الجنائي، رئيسا للجمعية العقوبات الدولية، رئيسا لتجمعات دولية عالمية في هذا المجال في اليونسكو في باريس إلى آخره. مؤلفاته في كل مكتبة من مكتبات رجال القانون أيا كانوا في هذا، سيرة عطرة وربنا يتكفله ويدخله جناته إن شاء الله. طبعا أنا عملنا مع القيمة والقامة القانونية الدكتور فتحي السرور التي نعتز به وكل المصريين والعالم العربي يعتزوا به، الواحد مش عارف يقول إيه، لكن هي سنة الحياة وقد الله مشاء فعل وربنا يرحمه ويرحمنا أمتنا جميعا. نحن تعلمنا منه الكثير فيما يتعلق بصناعة التشريع والأدوات الرقابية وما يتعلق هو رجل القانون فيما آخر أصل أعماله أنا موثق فيها الدفاع ومن ذلك خطر خير. شكرا. ربنا يرحمه ويحسن إليه. ربنا يرحمه ويحسن إليه. دكتور فتحي أستاذ قانون، الزمن يعني كل 50 سنة ممكن يخرج واحد زيه. السنهوري أستاذ قانون، دكتور فتحي اسمه على نفس المستوى، حكم 10 سنين في القرن الماضي و10 سنين في القرن اللي احنا فيه، وكان مسؤول عن التشريعات اللي خرجت على مدى اكتر من 20 سنة لمكانة عالمية، يعني نفخر احنا في مصر عندنا دكتور فتحي. ربنا يرحمه ويبارك في اعماله وفيما ترك. استاذنا جميعا رحمة الله عليه، استاذنا جميعا خسارة كبيرة لمصر. راجل كان محترم وسمعته طيبة جدا وأدى واجبه بما يرضي الله، يعني في الفترة اللي كان فيها رئيس مجلس الشعب، وربنا يجزيه خير. أرجع مع حضراتكم مرة تانية. يمكن ناس كتير ما تعرفش أن الدكتور سرور رحمه الله هو اللي أنشأ مستشفى 57، أنشأ هذه المستشفى الدكتور أحمد فتحي سرور صاحب الفكرة وإنشاء هذه المستشفى اللي بقت النهاردة صرح طبي كبير جدا يقدم خدمة لعشرات الألاف من المواطنين المصريين، مستشفى الأورام. دكتور أحمد فتحي سرور ده جزء من الحاجات اللي هي جزء من الحاجات الاجتماعية اللي هو اشتغل عليها، وانشأ العديد من مراكز وعيادات طبية وخيرية ومستشفيات في السيدة زينب وغيرها كمان يمكن من المناطق المختلفة. كان الناس بتلجأ للدكتور سرور بغض النظر ان هم تبع السيدة دايرته ولا لا، تجد دكتور فتحي سرور بيتعامل مع الناس يقدم خدمات للناس، كان عنده مكتب مخصص لتقديم الخدمات للمواطنين بغض النظر ده مش انه تبع دايرة السيدة زينب، لا جاي له ان شاء الله لو جاي له من عندنا مثلا من سوهاج مثلا او محافظات اخرى، كان يقدم خدمات الراحل الدكتور احمد فتحي سرور، وبالتالي خدماته كانت على الناس كلها اللي كانوا بيلجأوا ليه. دكتور سرور طبعا عنده طبعا تاريخ طويل وتاريخ حافل، ولكن نشوف جانب من المستشار الدكتور حنيف الجبالي رئيس مجلس النواب، كمان رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور. شوف بعض الأخبار سريعا كده عشان وقت كمان. نائب محمد أبو العيني وكيل مجلس النواب نعيم فتحي سرور سيبقى قيمة حية وقامة شامخة ورمزا ساطعا للإنسانية. مستشار عمر مروان وزير العدل نعيم دكتور أحمد فتحي سرور معلم الأجيال وكبير العلماء ورمز المحاماة الرفيعة. وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور. وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور. الدكتور أحمد فتحي سرور كان وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، يعني مسك 3 وزارات في وقت واحد في حكومة الدكتور عاطف صدقي، كان وزير تربية والتعليم ووزير للتعليم العالي ووزير البحث العلمي، 3 وزارات
كان الدكتور احمد فتحي سرور في حكومه الدكتور عاطف صدقي، كان هو وزيرا للثلاث حقائب وزاريه. فضيله الامام الدكتور احمد طيب شيخ الازهر ناعيا الدكتور احمد فتحي سرور خدم وطنه وكان قامه قانونيه وموسوعه دستوريه. مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام يعني الدكتور أحمد فتحي سرور: فقدنا رجلا أثرى الحياة النيابية بعطائه. رئيس هيئة قضايا الدولة المشار مسعد عبد المقصود الفخراني ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور. رئيس النيابة الإدارية ناعيا الدكتور فتحي سرور مؤلفاته مرجعا علميا وفكريا. قضايا الدولة أيضا تنعي الفقيه القانوني الدكتور أحمد فتحي سرور. ماذا عن أيضا الأحزاب المصرية؟ 42 حزبا مصريا ينعون الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور.